جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل من السنة بعد الرفع من الركوع وضع اليد على صدر المصلي أو كيف يكون العمل؟ جزاكم الله خيرا. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه شريفتين على صدره وهو قائم في الصلاة عليه الصلاة والسلام، يقبل كفه اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما على صدره. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.